مرحبا بكم إن شاء الله عز وجل. وأول ما نفتتح به مجلسنا المبارك هو آيات بينات من كلام ربنا سبحانه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. في زمان أصبح المؤثرون فيه هم أرباب الإنستغرام والفيسبوك والتويتر والتيك توك وما إلى ذلك، في هذا الزمان هناك شباب نفضوا هذا الغبار وهذا التلوث والتفوا حول علمائهم ومشايخهم وفقهائهم يعلنون لجميع الأحياء الأخرى والأمة جميعا هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم القادة. فأقول لكم أهدي شباب الحي تحية الإكبار، فهم كنزنا الغالي وذخر الدار. يبارك فيك ويبارك لك في العمر والصحة ويجازيك خيرا. خليك ناخذ معك شي صورة هنايا مسك اللحسة الوهم عندك تبيعو حتى الورد بسم الله. كما تابعتم فهذه البادرة جاءت عن طريق ساكنة حي بن كيران وخصوصا منها جهة مسجد الفجر المعروفة بالكامبو. فأبت ساكنة حي بن كيران على أن تكرم أهل الفضل أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته الذين قدموا الشيء الكثير لأبناء هذه الحي الذين درسوا على يدهم في الكتاسيب القرآنية
وتم تكريم الشيخين سيدي محمد بن عيسى الذي قضى 40 سنة ونيف إماما لمسجد هذا الحي، وسيدي عبد الله حمزة الشيخ العلامة المدرس الذي كان يدرس الطلبة ومنهم الأجانب في مسجد هذا الحي المعروف بالكامبو وهو مسجد الفجر. وسيدي عبد الله حمزة كان يدرس عنه طلبة داخل المغرب وخارج المغرب ومنهم الطلبة الأجانب، كان لابد بطبيعة الحال أن نكرمهم وأن نرد الفضل إلى أهله وأن نعطي لكل ذي حق حقه. فالحمد لله كما لاحظتم أن هذا الحفل التكريمي شهد تواجد العديد من الدكاترة والأساتذة منهم المحامون والأساتذة الجامعيون ومرشدين دينيين وما إلى غير ذلك. فنسأل الله أن يبارك في أعمار مشايخنا وعلمائنا، والحمد لله الذي سهل لنا أن نقوم بتكريم هذه الشيخين الجليلين، وشكرا لكم. فمن دواعي البهجة والسرور أن نشارك في تكريم أئمة حي بن كيران سيدي محمد بن عيسى وسيدي عبد الله حمزة وباقي الأئمة، كما أننا نود أن نشكر اللجنة التنظيمية التي قامت بإحياء هذا الحفل، أبذلوا الغالي والنفيس من أجل أن تكون هناك صورة إيجابية لهذا الحي، على أمل إن شاء الله أن تكون هناك مجموعة من اللقاءات الأخرى لهذه اللجنة. لا يمكننا أن نتحدث عن الشيخ سيدي عبد الله حمزة أو سيدي محمد بن عيسى في دقيقة أو دقيقتين، لأن الإمام قضى في حي بن كيران أو في مسجد الفجر جامعة الكامبو المعروف ما يزيد على 40 سنة ونيف. كما أود أيضا أن أقول لكم وبكل أمانة وبكل صدق، لأن هذا الرجل كان مربيا للحي بأكمله، لا حي بن كيران أو حي الزفري المعروف بحوم الدادي منطقة بلاساتورو، رجل يوزن بماء الذهب. صراحة هو احتفال نفرح، وفي نفس الوقت هناك شيء من الحزن أننا سنفتقد هذا الرجل داخل هذا المسجد. كما أيضا احتفلنا أو قمنا بتكريم الشيخ سيدي عبد الله حمزة المعروف ليس في حي بن كيران فقط أو بمدينة طنجة فقط، هو أحد أعضاء المجلس العلمي لفحص أنجرة، خطيب الجمعة بمدينة الفنيدق، كذلك أيضا كرس حياته من أجل تدريس العلوم الشرعية بمسجد الفجر عفوا، تخرج على يده مجموعة من العلماء، وكذلك أيضا صاروا الآن شيوخ، كانوا من ممن احتفلنا بهم الآن هم تلامذة للشيخ سيدي عبد الله حمزة. في الختام لا يمكنني إلا أن أقول شكرا لكم لجنة تنظيمية، سيما حقيقة سيدي عبد الحق الطالبي وعبد الرافع الطالبي أسامة الطالبي أنوار الطاهري، وكذلك أيضا الذي ألقبه دائما بالشاب الوسيم والحبيب الغالي صاحب المعالي سيدي محسن برهون، أشكرهم جزيل الشكر ولهم منا عظيم الامتنان على هذه الفكرة أو على هذه البديرة التي قاموا بها. نحمد الله عز وجل أن وفق ساكنة حي بن كيران إلى هذا التكريم الذي شمل إمام الحي، إمام مسجد الفجر المعروف بمسجد الكامبو سابقا. هذا التكريم الذي جاء بعد عجز الإمام، والذي مدة إمامته في هذا المسجد كانت طويلة جدا، يعني أكثر من 40 عاما، فتخرج على يده الكثير من الطلبة لأنه كان يدرس القرآن، كان إماما وكان في نفس الوقت يدرس القرآن، فتخرج على يده الكثير من التلاميذ حفاظ القرآن الكريم. فقام أهل الحي بهذه المبادرة الكريمة الفريدة من نوعها والتي قل نظيرها في حق أئمة المساجد وفي حق حملة القرآن الكريم ومدرسي القرآن الكريم، فالتفاتة من ساكنة الحي كانت التفاتة نادرة والتفاتة موجهة، في نفس الوقت كانت التفاتة يعني في حق هذا الشيخ، في حق هذا الشيخ كانت التفاتة وكأنها أحيته بعد أن عجز عن مهمة الإمام، فجاء هذا التكريم بعد أن أحيل على العجز، فأرى في وجهه اليوم وكأنه عاد من جديد إلى إمامته ووسط حيه ومع شباب الحي الذين تطوعوا لإقامة حفل التكريم.
إذا فشكرا مجددا لشباب الحي المتطوعين لإقامة بهذه المبادرة، وشكرا لساكنة الحي عموما الذين تآزروا فيما بينهم، سواء عندما كان الإمام إمامهم فكانوا يقدمون له التآزر، والآن بعد أن عجز ورحل عنهم قاموا أيضا بتقديم له الفضل وردوا إليه الفضل من باب قوله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، وأيضا من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فشكرا مجددا لشباب حينا الذي أفتخر بالانتماء إليه، شباب حي بن كيران والمحيطين بمسجد الكامبو كما قلت مسجد الفجر، وشكرا لقناتكم الرائعة. أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذه المبادرة الطيبة الكريمة المباركة التي قام بها شباب حي بن كيران واللي معروف بالحومة الشك، والحمد لله ذاع الصيد هذا الحي هذا في هذه الفترة الأخيرة، الشباب هذا الحي وعلى وجه التحديد المنطقة ديال مسجد الكامبو، مجموعة من الشباب قاموا بتكريم شيخين جليلين كريمين واللي فنوا العمر ديالهم في تدريس العلوم الشرعية وتحفيظ القرآن الكريم. هذه المبادرة جميلة جدا، الشيخ الجليل الأول هو سيدي عبد الله العلامة الجليل عضو مجلس العلمي لإقليم الفحص أنجارة، وكذلك سيدي محمد بن عيسى الإمام ديال الحي اللي قضى أزيد من 40 سنة يؤم الناس في هذا المسجد ويحفظ أبناء هذا الحي القرآن الكريم. هذا الالتفاتة الكريمة الطيبة المباركة اللي قاموا بها الشباب على وجه التحديد واللي كان افتخروا بهم في هذا الحي، الشباب في هذا الحي كان افتخروا بهم واللي قاموا بهذه المبادرة الكريمة واللي كانت منه أن تعم في مناطق أخرى، لأنه وللأسف الشديد هذه الفئة ديال الأئمة وديال الفقهاء لا يلتفت إليها. هذا الناس هذو كيقدموا الكثير والكثير، الحمد لله كيربيوا الأبناء ديالنا وكيقريوا الشباب وكيخلقوا الناس وكيعلموا الناس وكيربيوا الناس، قدموا الكثير والكثير ولكن لا يلتفت إليهم. فرجائي ثم رجائي وكنتمنوا من هذا المنبر ديالكم أن الآخرين في مناطق المغرب أنهم يهتموا بهذه الفئة، يهتموا بهذه النوعية ديال الناس بالأئمة العلماء ديالنا اللي كيقريونا ويربيونا وكيعلمونا واللي بالبركة ديالهم الله عز وجل يرحمنا. فشكرا لكل من ساهم في هذا الحفل وشكرا لكم، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا في بلدنا هذا وأن يرزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يحفظ عاهل البلاد محمد السادس حفظه الله ورعاه. شكرا لكم على حضوركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.